حماية البيئة أضحت وسيلة لدعم حقوق الإنسان، وذلك بعد تزايد مخاطر مخلفات الصناعة وبعض المشاريع التجارية على حياة الناس وتأثيرها السلبي على سبل عيشهم. أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو ما جرى ويجري في دولة البحرين التي تتعرض بيئتها الساحلية إلى مخاطر التلوث التي أدت إلى قتل الحياة البحرية وقطع أرزاق العديد من المواطنين. أبرز السواحل التي تأثرت بذلك كان ساحل بلدة المعامير الذي تحول إلى مستنقع لنفايات المصانع. النشطاء البحرانيون أثاروا هذه القضية الحيوية أمام مجلس حقوق الإنسان نظرا لأثارها الخطرة على حياة البحرانيين. لقد نتج عن دفن السواحل وألقاء النفايات الصناعية تدميرا للبيئة الساحلية ومصدر دخل السكان المحليين الذين اعتمدوا بشكل حيوي على هذا النظام البيئي الحساس. أبرز السواحل التي تأثرت بذلك كان ساحل بلدة المعامير الذي تحول إلى مستنقع لنفايات المصانع. تعتبر هذه المصانع سيد الرئيس خطر على السكان المحليين أيضا، فقد أدى تسرب الغاز إلى حالات إجهاض، وتسببت الأبخرة الملوثة في تآكل منازل السكان، كما يعاني الكثير من السكان من الإعاقات العقلية والجسدية. النشطاء البحرانيون أثاروا هذه القضية الحيوية أمام مجلس حقوق الإنسان نظرا لأثارها الخطرة على حياة البحرانيين. لابد من إيجاد حل ومن إدارة هذا الموضوع للمقرر الخاص في الأمم المتحدة. طمر بعض السواحل وتلويث البعض الآخر منها جريمة أخرى ترتكبها سلطات البحرين بحق الشعب، وهي تدمير للبيئة البحرية التي اشتهرت بها البحرين عبر التاريخ. طمر السواحل وإلقاء النفايات فيها هو أحد الوسائل التي يستخدمها النظام الحاكم في البحرين من أجل محاصرة البحرانيين وتضييق سبل عيشهم، وهو ما دفع بناشطين بحرانيين إلى جلب أنظار المجتمع الدولي إلى هذه الكارثة الإنسانية التي تحل في العديد من القرى والبلدات البحرانية. سهر عربي للبحرين اليوم من مجلس حقوق الإنسان في جنيف.